رسالتي إلى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في هذه الانتخابات، تلك الانتخابات التي شهد العالم بنزاهتها. أولاً، لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية. في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم بما يلي: 1. محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد. 2. تصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر الغير منضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة. 3. قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق الحبيب هيبته واستقلاله إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية. 4. حل الفصائل المسلحة أجمع. حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة أولى إلى الحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة.